طبيعة الحال حنايا باش نتكلموا يعني عندها عندها مايا عندها لافونتاج يعني كيف ما كان حتى في نقده لانه بنقدكم وباي حاجه كتنتقدوها فينا حنا كنمشيو لقدام في المغرب لانه موضوع الاغنيه انني نسافر انا داخل المغرب لا خليته هنايا وسافرت زعما برا نبدل الجو يعني واش باش الملحفه توصل لاوروبا وانا غنيت كتبغيني ولا حالو لا أساير فقط هو اختيار يعني عجبني اللون وعجبتني الاغنيه فغنيتها يعني غادي نشوفوا وانا غنيت الراب بغيت اكثر من الراب لا حب الناس حب الجمهور حب الخشبه حب انني نكون دائما مع جمهوري وحب اطفالي انني نبقى عايشه لهم يعني القدر اللي قدر الله سبحانه وتعالى